متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية. آخر صورة الأقمار الاصطناعية التي التقطت مساء يوم الثلاثاء تشير إلى وجود تشكيلات من السحب والغيوم في المناطق الشمالية الشرقية المملكة. بعض من هذه السحب سحب رعدية ممطرة وأثرت على المناطق الشمالية الشرقية في منطقة حفر الباطن والأجزاء الشمالية الشرقية من القصيم. باقي مناطق المملكة تشهد أجواء مستقرة، سوى كما ذكرت هذه المنطقة الشمالية الشرقية تعاني من بعض الاضطرابات الجوية وأحوال جوية غير مستقرة. توقعات درجات الحرارة والكتل الهوائية بحسب النماذج الحاسوبية نرى من خلالها أن هناك اندفاع لكتلة هوائية حارة كما نلاحظ بهذه الألوان إلى عموم مناطق المملكة تنتشر لتصل معظم مناطق المملكة، وبالتالي يتوقع حدوث ارتفاعات كبيرة على درجات الحرارة. تصل درجات الحرارة حتى ربما في العاصمة الرياض إلى ما يتجاوز 35 درجة مئوية وتقترب من 40 درجة مئوية في بعض المناطق، ويستمر هذا الحال تقريبا وهذه الأحوال الجوية الحارة إجمالا في أغلب مناطق المملكة حتى عطلة نهاية الأسبوع. تراجع لهذه الكتلة الهوائية الحارة باتجاه المناطق الغربية يحدث مع ساعات نهار يوم السبت مع تدفق هواء أكثر برودة على المنطقة الشرقية، ولكن ذلك لن يكون ملحوظا أو ملموسا بشكل كبير. الأجواء بشكل عام أيضا في المقابل هناك رياح نشطة وبالتالي تثير الأتربة والرمان متوقعة في أجزاء عدة من المملكة. الأجواء يوم الأربعاء الأجواء حارة بوجه عام درجة حرارة 35 درجة مئوية، لكن مع أتربة مثارة بسبب نشاط سرعة الرياح في المناطق الوسطى بما فيها العاصمة الرياض. أيضا توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة تكون 35 إلى 24 يوم الأربعاء، 36 إلى 22 درجة مئوية يوم الخميس، و35 إلى 19 يوم الجمعة، والأجواء حارة بشكل عام وهي درجات حرارة طبعا أعلى من المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. نستعرض معكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأربعاء والصغرى للأربعاء الخميس. نبدأها من سكاكا 30 إلى 14، 29 إلى 14 في عرعر، 29 إلى 12 في تبوك. المنطقة الغربية في جدة 31 إلى 26، 36 إلى 21 في المدينة المنورة مع أجواء حارة، 37 إلى 24 في مكة المكرمة أيضا أجواء حارة، و29 إلى 19 في الطائف أجواء أكثر طبعا اعتدالا فوق المرتفعات الجبلية، 26 إلى 14 في أبها والأجواء أكثر اعتدالا، الباحة 23 إلى 15 وفي جازان من 31 إلى 26 درجة مئوية. أما في الإحساء فتقترب من 40 تكون 38 درجة مئوية في ساعة النهار والصغرى 23 مع نشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة. الدمام الأجواء أكثر اعتدالا من 32 درجة مئوية في ساعة النهار والصغرى 21 وتكون 35 إلى 22 درجة مئوية في حفر الباطن بالرغم من وجود فرص لأمطار رعدية هذه الليلة، لكن أجواء غدا حارة. 35 إلى 24 في العاصمة الرياض مع أتربة مثارة نتيجة نشاط سرعة الرياح الجنوبية الغربية، 35 إلى 21 في بريدة و31 إلى 17 درجة مئوية في حائل. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم بخير ومحبة، إلى اللقاء.